الواجبات اللي يقوم بها قطاع الرعاية الصحية الأولية في سامراء حاليا تتمثل بمتابعة الوافدين اللي قادمين من خارج القطر. يتم استقبال الوافدين من بداية السيطرة المركزية بسيارات إسعاف خاصة تابعة للقطاع، ومن ثم نقلهم إلى منازلهم، وبعدها يتم أخذ عينات للوافدين نقلها للمستشفى، ومن ثم متابعتهم بشكل يومي ومستمر. عدد الحالات الوافدين اللي وصلت من خارج القطر في سامراء تحديدا حوالي 198 وافد، يتم متابعتهم بشكل يومي ومستمر من ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر بالليل. حاليا عدد الإصابات اللي موجودة على مستوى المحافظة اللي هم 3 حالات، واحدة تم الشفاء إن شاء الله، بقت حالتين تحت العلاج، وإن شاء الله قريبا يتم إعلان عن شفائهم.